صورة نادرة للأميرة لالا لطيفة أمرزون والدة الملك محمد السادس رفقة ممثلة مشهورة. نشرت الممثلة التركية شيماء المعروفة باسم فريدة بطلة المسلسل التركي عبر خاصية ستوري انستغرام صورا جديدة لها من أحد المجلات التركية. ظهرت رفقة الأميرة الجليلة لالا لطيفة أمرزون والدة الملك محمد السادس في أول ظهور لها. الجدير بالذكر أن الممثلة التركية شيماء حلت خلال شهر أكتوبر 2018 بمدينة الحسيمة من أجل تكريمها في المهرجان الدولي للفيلم في الحسيمة، وذلك نظرا للشعبية الكبيرة التي يكتسبها في أعين المتابعين المغاربة عن دورها في مسلسل.